مع قلب الدفاع، ما يكونش في ثغره في دفاع النادي الاهلي. ده اللي بيعمله كريم فؤاد. ايضا اوجيري اللي بيجي من الطرف اليمين تماما عشان يستلم الكوره ويسهل استلام الكوره وتكمله الهجمه لصالح النادي المقاولين العرب. تحضير تاني لصالح النادي الاهلي، تتلعب الكره من اليمين للشمال، المره دي مظبوطه والكنترول مظبوط من حسين الشحات، والعرضيه مظبوطه لاسامه ابو علي، والتسديده مظبوطه بهدف، التسديده مظبوطه بهدف. يا ولد يا ولد يا ولد، هجمه صح، هجمه صح الصح، بالمقاس من هاني، بالمزوره من حسين الشحات، وبالفينش بالمعاد بالتوقيت بتاع وسام ابو علي. توقيت وسام ابو علي الفداء الفلسطيني، وحش الاهداف، وحش الاهداف الاهلاويه. لا ده وحش اهداف الدوري، ده وحش اهداف الدوري مش اهداف الاهلاويه بس. وسام ابو علي بالتوقيت يستلم ويلف 180 درجه ويسجل هدف اول لصالح النادي الاهلي في الدقيقه 14. 14 دقيقه بس، بص الكره القطريه اللي اتنفذت اكتر من مره للنادي الاهلي. يا سلام على العرضيه، يا سلام على اللفه، يا سلام، دي لفه هدايا، دي لفه هدايا، هديه لجمهور الاهلي من وسام ابو علي. بص الاستلام، ظهره للمرمى لكن عارف الشبكه فين، عارف طريق الشبكه فين، يحطها بروقان، يحطها بدلع، بهدف اول لصالح النادي الاهلي، والهدف ال16 للهداف وسام ابو علي. الموال من اوله حلو، الموال من محمد هاني من اوله حلو، تتلعب حلو لحسين الشحات، يستلم احلى حسين الشحات، وعرضيه اجمل من الشحات، يستلم ايضا وسام ابو علي بطريقه رائعه ويفنش زي ما انتم شايفين، يفنش زي ما انتم شايفين. وحش الاهداف وسام ابو علي، وحش، قول عليه زي ما انت عايز تقول. رضا سليم يلعب الكره العرضيه، تعدي بخطوره من دفاع المقاولين، تشتيت بالخطا، وسام ابو علي، وحش الاهداف وسام ابو علي. لا 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 يا وسام، لا لا، مالكش حق وسام ابو علي. جمهور الاهلي يقول لك قول ما شاء الله، ما شاء الله يا سيدي، ما شاء الله يا سيدي. وسام ابو علي الكره بتحبه، الكره رايحه له، تتلخبط جوه ال 18 وفرحه كبيره للاعيب الاهلي. وسام ابو علي يسجل من الركنيه، ادي الكره الركنيه تتلعب، تتلخبط في دفاع المقاولين، رامي يلحقها، ده اسيست كمان من رامي، رامي ربيعه اسيست من خيال. بص الاسيست ده، اسيست، افتح الكادر شويه، افتح لنا الكادر شويه. وسام ابو علي رجله على، ايوه بص هنا بقى، بص رامي ربيعه، بص الاسيست، اتفرج يا ولد يا ولد يا ولد يا رامي، يا ولد يا ولد يا ولد يا رامي، اسيست رائع من قلب الدفاع بحساسيه عاليه قوي. رامي ربيعه يلعبها، يهيئها لوسام ابو علي اللي رجله عارفه الزاويه اليمين لمحمود ابو السعود، ويسجل الهدف الثاني لصالح النادي الاهلي ويغرد منفردا. وحش الاهداف يغرد منفردا ب 17. امام 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 امام، يطول الكوره، مروان ترجع لامام مره ثانيه، امام عايز يعدلها على شماله، هو عايز يسجل. بصوا حضراتكم امام بيدور على التسجيل، ترجع لمروان ناحيه اليمين، معاه فرصه للتسديده، التسديده، لا 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 لا، الهاتريك اهو، الهاتريك اهو، بص شوف الهاتريك اهو، بص شوف، وسام سوبر، سوبر وسام يسجل الهاتريك، سوبر وسام، كره بتحبه، كره بتحبه وسام ابو علي، يسجل، يسجل الهدف الثالث وسام ابو علي. خلصت فيك كل الكلام، وسام ابو علي هي الكره بتحبه، هجمه مرتده، امام يحاول يمين يحاول شمال، تروح له ياخر نفسه بره ال18 ويسجل بالقدم اليمنى، تعمل ديفليكشن، لكن هي عارفه طريقها، ديفليكشن بقى مش ديفليكشن، تخبط ما تخبطش، هي عارفه طريقها، واخده اللوكيشن ورايحه له، واللوكيشن هي المرمى، هو المرمى، مرمى محمود ابو السعود بالهدف ال 18 لوسام ابو علي. للهدف ال 18 لوسام ابو علي، موسم استثنائي لمهاجم استثنائي لاهداف استثنائيه. وسام ابو علي مان اوف ذا ماتش، ده مان اوف ذا سيزون مش مان اوف ذا ماتش. وسام ابو علي تخبط في فاروق نور الدين اللي حط ايده ورا ظهره خايف من البنالتي، لكن تخبط في ايده وتروح في الشبكه، تروح بهدف ثالث لصالح النادي الاهلي. واسمع جمهور الاهلي، جمهور الاهلي فرحان،
واللي كان ليه دور كبير في بقاء نادي المقاولين منذ موسمين في الدوري، كابتن شوقي غريب، كابتن طلعت محرم، الكابتن محمد عودة، الكابتن معتمد جمال، ثم الكابتن طلعت محرم مره اخرى، والكابتن عماد النحاس. ايضا نادي الداخليه 6 مديرين فنيين، بدا بالكابتن ميمي عبد الرازق، الكابتن هاني عبد الباقي، كابتن هيثم شعبان، كابتن عمرو حسن، كابتن احمد كشري، والكابتن عيد مرزي. كره توصل عند عمر كمال، عمر كمال يغير اللعب ناحيه شمال عند كريم فؤاد على الارض لاحمد عبد القادر، الاوفرلاب لكريم تتلعب بسرعه من احمد عبد القادر لكريم، عرضيه لعمر كمال. يا ولد يا ولد، بيرسي تاو، التاو تاو ليه نصيب من الكحكه، التاو تاو ليه نصيب من الحفله، يسجل الهدف الرابع. رباعيه اهلاويه، حفله اهلاويه في استاد القاهره، حفله اهلاويه في واحدة من المباريات التي لا تنسى لجماهير النادي الاهلي، وممكن تكون مباراة التتويج. عمر كمال اسيست، بيرسي تاو يسجل من رأسية، والنادي الاهلي يحتفل. ومارسيل كولر تبديلاته دايما تؤتي بثمارها، دايما تؤتي بثمارها، تلعب حلوة قوي لعمر كمال من الجبهة اليسرى، احمد عبد القادر يلعبها سهلة لكريم فؤاد، كريم عرضية لعمر كمال تتصعب عليه وتعلى، لكن عمر كمال يهيئها بشكل رائع بوش رجله الخارجي باسيست رائع لبيرسي تاو في لقاء الاسيستات، في لقاء الاسيستات توصل عند بيرسي تاو يحطها هادية، دخلة بتتهادى، دخلة بتتهادى في المرمى بهدف رابع لصالح النادي الاهلي.